هادي صباح النور. اليوم غادي نصوبوا اكله خفيفه لكل الناس اللي تيهتموا بالرشاقه ديالهم، ياكل لا؟ فعلا اختي سميره، صباح الخير. صباح الخير مشاهدي الكرام. اليوم غادي نديروا واحد الطاجين، وكان ريجيم ما تنستحقوا ليه لا فاخر لا حتى شي حاجه، نستحقوا ليه غير الفران. طريقه سهله ما تاخذش الوقت بزاف. اول حاجه تناخذوا مقله او لا شي طاوه بحال هكذا، تسخنوها مزيان بشويه ديال الزيت. الا كان عندكم الفران خشيو الطاوه بالزيت وديروها في الفران وخليوها واحد جوج دقائق ثلاث دقائق بما سخنت ديك الزيت. ابغي شنو تندير؟ تناخذ البصله، تنكون قطعتها على هذا الشكل هذا، تكون البصله بيضة لان ما غاديش نديروا فيها البلول لان الطاجين ما فيهش البلول. تناخذ حطها هنا لان هذه الخضار هذه خصها تقلى واحد شويه، واحد المده ديال خمسة دقائق عاد كيمكن ليا نديرها في الفران. من بعد شنو تناخذ؟ تناخذ الحاجه اللي تتاخذ طياب بزاف. شنو هي؟ مثلا غادي ناخذ البطاطا، وهنا درت انا جوج الاشكال ديال البطاطا، درت البطاطا البيضاء ودرت البطاطا حلوه، شويه ديال الخيزو بطبيعه الحال، شويه ديال القرعه خضراء، ثومه وشويه ديال الفلفله خضراء. ولا بغيتوا تزيدوا شي حاجه كذلك ماشي مشكل، تنقطع دي مورسو يكونوا على هذا الشكل هذا، نقطعهم على ثلاثه بحال هذا الشكل هذا. هذه من بعد تناخذ بطاطا حلوه، ونحاولوا ما امكن بطاطا حلوه الا خديناها نقطعها شي شويه كبيره لان هي في ساعة الطيب. هذه نخليوها هي تشحر واحد جوج دقائق بما تتشد لينا داك اللون. كما تنعرفوا البطاطا حلوه تتعطي واحد المذاق هائل في الطواجن. عاد كناخذ شويه ديال الخيزو، جوج حبات ديال الخيزو، تنقطعهم على هذا الشكل هذا لان الخيزو الا قطعناه رقيق في السعي دوبلينا وما غاديش يكون ذاك المذاق اللي بغينا. وبالاخص حنا دائما كناكلوا الخضر كتكون طايبه بزاف، انا كنستحسن ان كاع الخضر اللي تناكلوا يكونوا شويه طايب ما طايبينش بزاف لان تما كنستافدوا منهم بزاف ديال الحويجات. هاكي هذه حتى هي كذلك وهذا الطاجين هذا ما فيه لا ما فيهش ما تهزش التوابل كما تنشوفوا، ما تهزش التوابل وما فيهش التوابل نهائيا. من بعد شنو تتبقى لي؟ تناخذ الثومه هي الاولى لان الا درت القرعه دابا القرعه في ساعة الطيب. دونك تناخذ الثومه، تناخذ واحد جوج ديال الفصوص، ثلاثه ديال الفصوص، وحنا قد ما كثرنا ديال الثومه الا والمذاق تيجي زوين وتعطي واحد المذاق هائل. شنو تنديروها؟ هنا الثومه تنخليها بالقشره ديالها. علاش؟ لان حيدنا لها القشره وحطيناها شنو تدير؟ تتكحل وتتنزل تتولي بحال اون بوماد. دونك ما غاديش نستافدوا منها حتى شي حاجه، تنهرسوها غير بحال هذا الشكل هذا وتنحطوها لان هاد الاطباق هذه يعني مشيوعين بزاف في الدول على البحر المتوسط، ولكن بطريقه اخرى حنا درناها طريقه مغربيه لان الاطباق المغربيه الحمد لله دابا وصلت للعالميه بطرق مختلفه، واللي كنفتخر بها بزاف لان من هاد الاطباق هذه شتنا بزاف ديال الحويجات. دونك تنهز دابا الفلفله حتى هي تنقطعها على حسب، الا كانت فلفله صفراء او لا خضراء او لا غير هي. مثلا انا علاش خديت الفلفله خضراء؟ لان على حسب الاثمنه، دابا الفلفله الصفراء والحمراء زايده شويه في الثمن، دونك خدينا الخضراء لان حتى الطبق ملي تيكون منوع فيه الالوان كيعطي واحد المنظر زوين. هكا حطوهم هنا. هنايا عاد كنهز الدجاج. اشنو تندير فيه الدجاج؟ تناخذ فخيطات ديال الدجاج بحال هذا الشكل هذا بعد ما تنقيوهم بطبيعه الحال. هنا كما قلت لكم دائما هادو حطيتهم انا في الخل وشويه ديال السكر باش كيعطي لي واحد لابريونس زوينه وكيكون مزيان. تنحطوهم هنايا مع الخضره، وهنا كاين واحد لو سوكر لان بزاف من واحد يغطيهم هذا ما بغيناش باش يتغطى. مثلا الا كان فيه البلول نقدروا نغطيوه، الا ما فيهش البلول ما يمكنناش نغطيوه. علاش؟ لان الا كان بحال هكذا ما فيهش البلول وغطيناه بحال اللي كنبخروه، والا بخرناه كياخذ الوقت بزاف ديال الدجاج، ياخذ لنا الوقت ديال الطياب والخضره في ساعة الطيب وكترجع هي يعني طايبه بزاف وما كتكونش شاده راسها. انا كنستحسن بحبها لاتشي ما نغطيوهاش، نخليوها غير بحال الشكل هذا. الطريقة هذه من بعد عاد كناخذ القرعة
لان القرعه كما تعرفوا تتاخذ الوقت بزاف ديال تاخذ. اذا هذا الطاجين سوسي باللمسه ديال الشيف الهادي ياك؟ بطبيعه الحال. غير هو اختي سميره هذا الطاجين هذا يقد الناس اللي كيبغيو الريجيم مثلا او الناس اللي كي البهارات كيديروا لهم الحرقه ولا شي حاجه يقد يساعدهم بزاف. وحتى الناس مثلا الموظفين كيجيهم صعيب انهم يديروا الطويجنات وكياخذ لهم الوقت بزاف على ما تيقولوا، دونك نحاولوا ما امكن. هذه طريقه مناسبه لان الا دخلنا الفران الدجاج كما بغى يكون النوع ديالو، لان الدجاج فيه سته ديال لي بارتي، الجهه ديال الرجلين، الجهه ديال الصدر ديال العنق، والجهه ديال ليزيبول. هادو هذا كل وحده كتاخذ الوقت ديال الطياب ديالها. اما بحال هاد الرجيلات هادو اللي درنا دابا يقد غير بالصه ديالهم يطيبوا، لان الدجاج حتى الا طيبناه بزاف مثلا بحال هذا طيبناه بزاف، الا طيبناه بزاف كيقصح وما كيكونش فيه ذاك لوجي، يعني ذاك العصير ديالو. سو نحاولوا ما امكن نطيبوه واحد المده ديال 15 حتى 20 دقيقه ماكسيموم في الفران. 15 حتى 20 دقيقه، من بعد عاد كناخذ شويه ديال الابزار. والريحه ديالو هائله اختي سميره. واصله حتى لهنا شاف هادي. تناخذ الملحه. هنا تناخذ شويه ديال الفلفله مخلطه بالتحميره. غير باش كتبدل ليا داك اللون. من بعد كان شنو تندير؟ تناخذ زيت العود، عاد كنديرها لي واحد شويه من هنا من الفوق. وكندخلها للفران كما قلت لكم، غير هنا واحد شويه كما تشوفوا تندخلها، ما تنديروا لا ما حتى شي حاجه، كندخلها للفران. اون فوا تدخل للفران تطيب واحد 15 20 دقيقه. كناخذوا انا وجدته ديجا باش نوريكم. ندخلوه للفران. أسبق لي وجدته الطبق ديالنا. هنايا كناخذ القصبر والمعدنوس، ومثلا اللي بغى يدير فيه الاعشاب المنسبه ماشي مشكل، يقد يدير فيهم مثلا بحال الازير او بحال الزعتر او الزعيطري يقد يزيدهم هنايا. وواحد الحاجه كناخذ هذا كنقطعوه شي شويه غليظ بحال هذا الشكل هذا، وكنحطوه هنا من الفوق، لان حتى هذا القصبر والمعدنوس كيعطي واحد النكهه هائله. الطريقه هذه. وكناخذ نسمه ممتازه وبين صحي طبيعه الحال اختي سميره. حتى المنيدر غزال. وحتى الناس قلت لك الموظفين بزاف اللي تيبغيو مثلا يربحوا الوقت ما فيها باس يديروا هذا. شتي كل حاجه كتبقى واقفه. حنا غادي نهزوا الطبق ديالنا وغادي نهزوا الطبسيل وغادي نوريهم كيفاش غادي نديروه. الخضار البروتينات يعني الدهن ما كاينش بزاف فيهش الدهنيت، بالاخص اللي بغى يدير ريجيم او لا. كتلقى بزاف ديال الناس مثلا كيتريني ولكن ملي كتوصل للطبسي كيبقى ياكل ياكل، يعني بحال اللي ما دار حتى شي حاجه. وباش تحرق داك الشيء خصك تدير واحد تاخذ واحد النهار اخر عندي لونطريمون. يعني ما يمكنش، دونك كنحاولوا ما امكن. وهذا الجميل انه فيه لذيذ ونتفاداو ناكلوه بالخبز ياك. طبيعه الحال حتى البطاطا الا كليتيها مثلا ممكن لك تاخذها اختي سميره تاكلها. شنو دابا؟ كليها ماشي مشكل، خذي بصبعك هذه هذه. بسم الله. وغتشوفي المذاق ديالها كي داير، يعني كيختلف على المذاق اللي كنديرو بالماء او لا بالبلول او لا بشي حاجه، كيعطي واحد المذاق هائل. حره شي شويه لذيذه. وانا شحال كيعجبني الحال ملي كتاكلو كيعجبك الماكل. دونك تناخذ يعطيك الصحه. تناخذ الدجاج بحال هذا الشكل هذا. على الطريقة هذه. وهذا نقدموا حتى في الحفلات، نقدموا لان الناس اللي كيديروا البوفي بزاف، هذه من الطرق اللي قدو نديروا بها ماشي مشكل. يعطيك الصحة، شكرا لك شاف هادي. نحيد هادشي باش نوريهم. نوريهم ونحطوا لهم، لان حتى العين كتاكل شي شوية ما فيها باس نحطوا هذا. الطريقة هذه. الله يعطيك الصحة الشيف هادي. العفو. كنقدموه لهم بالصحة والراحة، وما عليه غير يجربوا اختي سميرة ويردوا علينا الخبر. وهذه من أحسن الأطباق اللي كتعجبني أنا شخصيا، بالأخص في نهار الأحد. ظريفة ولذيذة بطبيعة الحال. شكرا.